الآن نتكلم على النيرفس كونتينس اوف ذا سوبيريور ميديا ستاينم، وكان أول نيرف فيهم اللي هو الفرينيك نيرف. كأي نيرف أو أرتري أو فين أو دكت في جسم الإنسان هناك نقاط أساسية هنتكلم عليها. الأوريجين اللي هو البيجينينج، الكورس مع الريليشنز، الإند ثم البرانشز. نتكلم على الفيجاس نيرف ككل. ده كان دياجرام سريع للهارت مبينا فيه الرايت اتريوم اوف ذا هارت، كان داخل فيها السوبيريور فينا كيفا من فوق والانفيريور فينا كيفا من تحت. ده كان الرايت فينتركل اوف ذا هارت، كان طالع منه البالمونر ترانك بالبرانشين بتوعه. وده كان الليفت فينتركل اوف ذا هارت، كان طالع منه الاورطة وبعض من البرانشز وبالتحديد الليفت سبكليفيان والليفت كومن كاروتيد. وكان هنا البريكوسفاليك شلته عشان زحمة الرسمة. الفرينيك نيرف الهارت ما ننساش انه كان ريستنج على الديافرام الحجاب الحاجز، والحجاب الحاجز ده اللي هو الديافرام كان مخترق ببعض من الاوبننجز، منها اوبننجز كبيرة واوبننجز صغيرة. الاوبننجز الكبيرة زي الانفيريور فينا كيفا اوبننج والاسوفجيال اوبننج والاوبننج فور ديسندنج اورتا. طيب الفرينيك نيرف بتاعنا نقطنا في الكلام عليه. الفرينيك نيرف انا عندي اتنين، واحد رايت فرينيك والتاني كان ليفت فرينيك. الفرينيك نيرف سواء كان رايت او ليفت، فالبيجينيك بتاعه كان في النك. يخرج الفرينيك نيرف من النك من السيرفيكال سيجمنتس اوف ذا سباينال كورد ارقام 3 و4 و5 من لي من 4. الفرينيك نيرف اللي هو العصب المغذي اساسا للديافرام وله بعض السنسوري برانشز، هذا النيرف الخطير اللي كان بيغذي الديافرام كان ماشي في النك على سجاده حمراء. هي عضله من اشهر عضلات النك اسمها سكالينس انتيريور، على جنبين التون دول كان في النك. يدخل للثوركس هيعدي عمل كروسنج للسبكليفيان ارتري. ده السبكليفيان ارتري كان معدي على جزء من قريبين جدا من بعض، وهنا الرايت سبكليفيان انا ما عدتهم الرسمه لان ده تبع النك. دخل دلوقتي للثوركس معدي كروسنج اوفر زي سبكليفيان ارتري. الرايت فرينيك نيرف والليفت فرينيك نيرف كل منهم runs in the thorax a characteristic course، ماشيين الاثنين in front of the hilum of each lung، يعني الهايلم بتاع كل lung يعني يمشوا in front of the root. root غير الهايلم زي ما اتفقنا، الهايلم هي depressed area على lung والroot هي مجموعة الستركشرز الفيزلز والتيوب اللي خارجة او داخلة من lung. هيعمل crossing يعدي in front of the root of each lung. طيب هو كان ماشي الفرينيك نيرف كان مصاحب بارتري اسمه بريكاردياكو فرينيك ارتري، كان وان اوف ذا برانشز اللي كانت خارجه من الانترنال ثوراسيك ارتري. الكورس اوف ذا رايت فرينيك نيرف از فيري كاركترستيك، ماشي على الرايت سايد اوف بيج فينوس تشانلز ان ذا ثوراكس، وتشمل رايت سايد اوف ذا رايت بريكوسيفاليك فين، right side of the superior vena cava, right side of the right atrium, right side of the inferior vena cava. ثم يخترق الديافرام من الانفيريور فينا كيفا الاوبننج مع الانفيريور فينا كيفا، ثم يصل الى الاندر سيرفيس اوف ذا ديافرام ويتفرع الى الموتور برانشز اللي هتغذي الديافرام من تحت. دي كان موتور ديستريبيوشن او الموتور برانشز. اما السنسوري برانشز اوف ذا رايت فرينيك نيرف فكانت شملت 3 برانشز لمجموعه الاستراكشرز اللي بيسمي الثلاثه بي، البلورا المغطيه لللنج، والبريكارديوم المغطي للهارت، والبروتونيوم المغطي للابدومنال فيسرا. يبقى البلورا والبريكارديوم والبروتونيوم. ما ننساش كمان ان كان بيدي للفندس اوف ذا جول بلادر، وده
كان بيفسر لنا لماذا كان المريض اللي بيشتكي من مشاكل الجول بلادر يحس بمشاكل في كتف اليمين، لان الكتف اليمين كان بياخد من سيجمنت 3 رقم 3 النرفيشن بتاعه، هنعرفه بعد كده في لما ندرس الابر ليمب، زيه زي الفندس اوف ذا جول بلادر كانت بتاخد سنسوري برانشز خارجه من الموتور، خارجه من الموتور سيجمنت اوف ذا فرينك نيرف. ده كان بخصوص الرايت فرينك. اما عن الليفت فرينك فهو النيرف المحب للارتيريال سايد، زي ما الرايت فرينك كان محب للفينس سايد فهنجد الليفت فرينك محب للارتيريال سايد. هيمشي ايضا بين مجموعه اربع ارتريز، يمشي ان بتوين ذا ليفت كومن كاروتيد وليفت سبكليفيان، ثم يمشي على الليفت سايد اوف ذا ارش اوف اورتا. ده كان واحد من الاربعه ستراكشرز او الاربعه نيرفز اللي معديه على الانتيريور اند تو ذا ليفت سايد اوف ارش اوف اورتا، ثم ينزل يمشي على الليفت سايد اوف ذا ليفت فنتريكل، بينه وبين على طول مين؟ بين الميدياستينال سيرفيس اوف ذا ليفت لانج، ثم يخترق الدايفرام. هيخترق الدايفرام من فتحه خاصه بيه وينزل يغزل اندر سيرفيس اوف ذا دايفرام من تحت. ما ننساش ايضا انه بيدي لمجموعه ده موتور برانشز، اما السنسوري برانشز للثلاثه بي برانشز اللي هم البلورا والبريكارديوم والبريتونيوم. ده كان بخصوص الفرينك نيرف اللي هو النيرف اللي بيغذي الدايفرام. النيرف اللي بعد كده من الكونتنس اوف ذا سوبيريو ميدياستينم اللي هو الفيجاس نيرف. الفيجاس نيرف ده نيرف كبير جاي من النك، هو التنس كرينيال نيرف واسمه العصب الحائر. فيجاس جاي من فيج يعني غامض او حائر. هذا النيرف الايتيمز او رؤوس الموضوعات على عناصر بتاعت اللي اتكلم عليها الاوريجين والكورس والاند والبرانش زيه زي اي نيرف او فيزل او تيوب او دكت في جسم الانسان. ده كان الارش اوف اورتا والكونتينيويشن بتاع اللي هو ديسيندنج اورتا، ده على الليفت سايد كان طالع منهم الليفت سبكليفيان ارتري ومعاه الليفت كومن كاروتيد ارتري. اما كان على الرايت سايد فكان في عند الرايت سبكليفيان اللي كان طالع من البريكوسيفاليك اللي كان طالع من الارش اوف اورتا. دي كانت التراكيه، والتراكيه زي ما احنا عارفين قسمت الى ليفت مين برونكاس ورايت مين برونكاس. النيرف بتاعنا ورا التراكيه كان في الاسوفيكاس كان موجود. انا عندنا ليفت فيجاس وعندي رايت فيجاس، نبص من خلال هذا الدياجرام. الليفت فيجاس كان دخل للثوركس ان بتوين ذا ليفت كومن كاروتيد من قدامه والليفت سبكليفيان من وراه، كان معدي رانينج اوفر ذا ليفت سبكليفيان ارتري. دخل الليفت فيجاس ان بتوين ذا تو بيج ارتريز اللي هما الليفت سبكليفيان والليفت كومن كاروتيد. هيمشي الليفت فيجاس يعدي على الارش اوف اورتا، كان واحد من النيرفس اللي ريليتد تو ذا انتيرو اند ليفت سايد اوف ارش اوف اورتا. مباشره هينزل منه بيهايند ذا روت اوف ذا ليفت لانج. بيهايند ذا روت يعني ايه؟ يعني behind the structures forming او entering او طلع من الهيلم of the left lung. اللي دخل في left lung هنا left principal bronchus، فهيعدي من وراها، هيعدي من وراها هيتكسر الى divides الى مجموعة branches هتكون plexus يسموه pulmonary plexus. احنا عندنا pulmonary plexus اتنين، left pulmonary plexus ورايت بالمونري بلكسس. طيب البالمونري كل من البالمونري بلكسس جزء منها قاعد ورا الليفت برونكس وجزء ورا جزء قدام الليفت برونكس، وكذلك برضه على الرايت برونكس البالمونري برونكس البالمونري بلكسس بتعمل نفس الديستريبيوشن. بعد كده الليفت فيجاس بعد ما اتكسر ورا الليفت برينسيبال برونكس هيتجمع مره تانية ويعمل الانتيريور فيجال ترانك
او الانتيرو فيكال ترانك دي تتجمع قدام الاسوفيجاس ويرجع يتكسر مره تانية ويعمل انذر بليكسس قدام الاسوفيجاس، وبعد ما يتكسر ويعمل الاسوفاجيال بليكسس يتجمع تاني ويعمل الانتيريور جاستريك فين اللي هيمشي مع الاسوفيجاس مقتحما الديافرام من خلال الاسوفاجيال اوبننج ان ذا ديافرام. طيب الليفت فيجاس نيرف وهو كان بعد ما عدى الارش اوف ابورتا كان هيديني برانش كبير يعود الى اللارينكس، هيعدي من تحت الارش اوف ابورتا فهيسموه ليفت ريكورنت لارينجيال نيرف. ده كان الكورس وبعض من البرانشز اللي خرجت من الليفت فيجاس نيرف. طب بخصوص الرايت فيجاس، الرايت فيجاس نيرف جاي من على الرايت سايد، ماشي تو ذا رايت سايد اوف ذا تراكيا، هيعمل كروسنج للرايت سبكليفيان ارتري، هيمشي ورا الروت اوف ذا رايت لانج يعني ورا الاستراكشرز اللي داخله او طالعه من الرايت لانج، هيمشي ورا الرايت برونكس، هيتكسر يعمل رايت بالمونري بلكسس ويتجمع من وراها يعمل البوستيريور فيجال ترانك اللي هيتجمع مع بعض ورا الاسوفيجاس ويعمل يكون الرايت اسوفيجيال بليكسس، ومن الرايت اسوفيجيال بليكسس هيرجع يتجمع مره اخرى ويعمل نيرف تاني يمشي ورا الاسوفيجاس اسمه بوستيريور جاستريك نيرف، والبوستيريور جاستريك نيرف يدخل للاسوفيج يدخل للديافرام من خلال الاسوفيجيال اوبننج ان ذا ديافرام. يبقى كل من البوستيريور جاستريك اللي هو نهايه الرايت فيجاس والانتيريور جاستريك اللي هو نهاية الليفت فيجاس يدخلهم الى منطقة الابدومن عبر اختراق الديافرام عن طريق الاسوفيجيال اوبننج معديين مع الاسوفيجاس. الرايت فيجاس نيرف، الرايت فيجاس نيرف كان احد البرانشز الكبيرة اللي خرجت منه اسمه رايت ريكارنت لارينجيال العائد الى الحنجرة، بس زي ما كان الليفت ريكارنت لارينجيال عائد من تحت الارش اوف اورطة كان الرايت ريكارنت لارينجيال عائد من تحت الرايت سبكليفيان ارتري. طيب اذا جينا نتكلم على البرانشز اوف فيجاس نيرف، فالفيجاس نيرف هيديني كاردياك برانشز تو ذا كاردياك بلكسسز اللي رايحه للهارت، ودول عددهم 2، واحد سوبيريور واحد انفيريور كاردياك برانشز هيطلعهم من كل واحد. 2 كان هيديني الراري الريكورنت لارينجيال نيرفز، وكل دول كان عددهم 2، واحد ليفت معدي من تحت الارش اوف اورتا عامل هوك من تحت منه وطالع بين التراكيا والاسوفيجاس متجها الى اللارينكس، والتاني رايت ريكورنت لارينجيال جاي من الرايت فيجاس نيرف من تحت الرايت سبكليفيان معدي ايضا تو ذا رايت سايد اوف ذا تراكيا متجها في طريقه الى اللارينكس. كان في برانشز رايحه للتراكيا والاسوفيجاس اسمهم تراكيال اند برونكيال برانشز، دي فيسرال برانشز رايحه للفيسرا اللي قاعده في هذه المنطقه، ثم في برانشز اللي هتكون البالمونري والاسوفيجيال بلكسسز، ثم اخيرا دي كانت البرانشز اللي خارجه، وكذلك في اخيرا بعض من البرانشز اللي رايحه تغذي different structures of the mediastinal اللي اسمها mediastinal branches. بالشكل ده اتعرضنا للكورس بتاع كل من الليفت فيجاس والليفت والرايت فيجاس نيرف. اذا حبينا نشبهها بقصه لطيفه من قصص الحياه، الفيجاس نيرف ده اللي هو العصب الحائر اللي هو العصب الكرينيال رقم 10 بنشبهه بالولد اللي في السوق اللي بيلعب مع الكبار، واللي يلعب مع الكبار ما يسلمش من خرابيشهم. بخصوص الرايت فيجاس نيرف كان جاي من النك معدي ان بتوين تو ارتريز اللي هما الكومن كاروتيد ارتري وامتداده من فوق اللي هو الانترنال كاروتيد والفيزل التاني اللي هو الانترنال جاكلر فين. حد من الاتنين الكبار الكومن كاروتيد والانترنال، الانترنال جاكلر من هنا والكومن كاروتيد، الانترنال جاكلر من بره والكومن كاروتيد من جوه، حد ان بتوين زي اي واحد بيلعب في السوق مع الكبار هو ماشي متحامي مع الكبار في شيش واحد اسمه كاروتيد شيس في النك،
لكن لما داس على اخ واحد من الكبار. مين اخ واحد من الكبار ده؟ الكبار هنا كان الكومن كاروتيد، اخوه اللي هو السبكليفيان. ما هو السبكليفيان والكومن كاروتيد على الرايت سايد كانوا طالعين من البريكيوسيفاليك، فلما داس على واحد فيهم، داس على اخ واحد، داس عليه يعني مشي من عليه من قدام، بدأوا ينتقموا منه زي ما بينتقموا من اي يعني ولد صغير في السوق بيحاول يدوس على طرف واحد من الكبار. فعلا داس على السبكليفيان، داس عليه من قدام يعني عمل له كروسنج من قدام، فهيمسكوه يبتدوا يضربوا فيه، هيضربوا فيه يكسروه مره ورا الرايت برونكس، هيعمل الرايت بالمونري بلكسس، ومره تانيه ورا الاسوفيجس، وهيعمل الرايت اسوفيجيال بلكسس، الا انه في النهايه يطلع مستخبي ويطلع من ورا الاسوفيجس وهو خايف، ويغير اسمه وقال مش هلعب مع الكبار تاني الى البوستيريور جاستريك نيرف. اما الليفت فرينيك نيرف، الليفت فيجاس نيرف، الليفت فيجاس نيرف اللي كان لعب مع الكبار، مين الكبار هنا؟ الليفت كومن كاروتيد والليفت سبكليفيان، لعب معاهم، مشي ان بتوين اند بيهايند ذيم، ان بتوين اند بيهايند الكومن كاروتيد وثم قدام السبكليفيان. ده مش هيحاول يدوس على السبكليفيان بس، ده داس على ابوهم. مين ابو الكبار؟ ابو الكبار هنا هو الارش اوف ابورتا اللي خلف الليفت سبكليفيان واللي خلف الليفت كومن كاروتيد، هيدوس على ابوهم الاب الروحي للاتنين للكبار بتوعه، هيدوس على الارش اوف ابورتا. فعلا عمل كروسنج للارش اوف ابورتا، لا انت لو شتمتني هعديها لك، انما لو شتمت ابويا مش هعديها لك. هيبتدي ياخدوا الاستراكشرز هنا اللي في الميدياستاينم وياخدوه ورا البرايت برونكس ويكسروه لليفت بالمونر بلكسس. مش كده وبس، هو هيفوق من الكسر ده ويطلع قدام ويسمي نفسه انتيريور فيجال ترانك، ومتعص من علقه ورا الليفت برونكس، فهيضربوه على الملأ. مين الملأ؟ الملأ هو الاسوفيجاس، هيكسروه قدام الناس كلها الى ليفت اسوفيجيال بلكسس، الا ان هو مصابر ومقاوم، فهيهرب ويغير اسمه ويمشي قدامهم وغير اسمه الى انتيريور جاستيك، ويهرب من منطقة الضرب في الثوركس الى منطقة الابدومين في صورة الانتيريور جاستريك اللي دخل للابدومين من خلال الاسوفيجيال اوبنينج ان ذا دايفرام. وده كان الكورس البيجينينج والكورس والاند والبرانشز اوف فيجاس نيرف ان ذا ثوركس. ماذا عن السيمباثيتك ترانك؟ السيمباثيتك ترانك احد البيج نيرفز اللي كانت موجوده في الميدياستاينم. ده كان منظر سريع للجغرافيا او طبوغرافيا المنطقه اللي هيوجد عليها السيمباثيتك ترانك. ده كان الفيرتبرال كولوم، ودي كان الابر 8 ثوراسيك فيرتبري، دي كان الفيرست ريب. السيمباثيتك ترانك دول عباره عن تو كورد لايك نيرفز ماشيين على السايدز اوف ذا فيرتبرال كولوم، جايين من النك وداخلين رايحين للابدومين، وهم معديين في الثوركس عملوا عدد 11 جانجليا، هيسموها ثوراسيك سيمباثيتك جانجليا. كلمه جانجليون يعني ايه؟ يعني كوليكشن اوف نيرف سيلز اوتسايد ذا سي ان اس. في منطقه الثوركس كان السيمباثيتك ترانك كون 11 سيمباثيتك جانجليا، في منطقه النك كان كون 3 سيرفايكال سيمباثيتك جانجليا. اخر سيرفايكال سيمباثيتك جانجليا هتتحد مع اول ثوراسيك سيمباثيتك جانجليا، اخر سيرفايكال سيمباثيتك تتحد مع اول ثوراسيك سيمباثيتك وتكون جانجليون مشتركه تشبه النجمه او الساتلايت، فبيسموها ساتلايت جانجليون اللي كانت معديه ان فرانت اوف ذا نيك اوف فيرست ريب. السيمباثيتك ترانك ماشي على السايدز اوف ذا فيرتبرال كولوم لحد ما يدخل يخترق الديافرام في فتحه خاصه بيه نتكلم عنها مع الديافرام. دي كانت ال 11 ثوراسيك سيمباثيتك جانجليا، كل رقم يرمز الى الكورسبوندينج جانجليون. طيب وادي الستيلايت جانجليون، الستيلت جانجليون اللي هي اتحاد اخر سيرفايكال سيمباثيتك واول ثوراسيك سيمباثيتك
جانجليون. عامل الجانجليون كبيره زي ما قلنا اسمها ستيلت جانجليون ان فرونت اوف ذا نيك اوف فيرست ريب، بعد دخلت للثوركس من هذه المنطقه. تعالوا نشوف البرانشز اوف ذا سمباثيك ترانك. كان هنا يوجد 11 انتركوستال نيرف. الثوراسيك سباينال نيرفز كان عددهم 11 انتركوستال، 1 لحد 11 انتركوستال نيرفز. ادي الانتركوستال نيرفز. البرانشز اللي خارجه من الثوراسيك سمباثيك جانجليا كانت اول مجموعه برانشز هي كوميونيكيتنج برانشز مع الكورسبوندنج انتركوستال نيرفز. ادي اول مجموعه برانشز كوميونيكيتنج برانشز مع الكورسبوندنج انتركوستال على ناحيه الاثنين، دي الرايت سايد ودي الليفت سايد. طيب هنا كان يوجد الهارت. من الثوراسيك سمباثيك جانجلي ارقام 2 و3 و4 كانت بتخرج كاردياك برانشز تغذي الهارت، وكانت تخرج ايضا من هذه الجانجليا فاسكولار برانشز تغذي البلاد فيزلز الملحقه بالهارت، وفيسرال برانشز للفيسرا اللي في الميدياستاينم اللي في هذه المنطقه. يبقى هنا كاردياك برانشز وفاسكولار برانشز وفيسرال برانشز من السمباثيك جانجليا ارقام 2 و3 و4، دي اول واحده ودي 2 و3 و4. يخرج من 5 لحد الاخر يخرج نيرفز رايحة للابدومين يسموها سبلانكينيك نيرفز. السبلانكينيك نيرفز اللي كانت خارجة من الثوراسيك سمباثيك جانجليا كالاتي. من الثوراسيك سمباثيك جانجليا ارقام 5 و6 و7 و8 كان بيخرج نيرف كبير رايح للابدومين اسمه جريتر سبلانكينيك نيرف، بينما يخرج من 9 و10 نيرف اصغر منه اسمه ليسر سبلانكينيك نيرف، ويخرج من 11 ثوراسيك سمباثيك جانجليون اللوست سبلانكينيك نيرف. كل من هذه النيرفز ستخترق الديافرام وتذهب في طريقها الى تغذيه سبلانكينيك اريا الابدومينال فيسرا. دي كانت البرانشز اوف ذا سمباثيك ترانك. اذا جينا نتكلم على انذر نيرفس كونتنت، واحد من النيرفز اللي كانت موجوده في منطقه الميدياستاينم هي الكاردياك بلكسسز. تراكيا انقسمت الى 2 برونكاي، ليفت برونكاس ورايت برونكاس. الارش اوف اورتا كان متعلق على الليفت برونكاس زي العكاز اللي بيمسكوه الكبار لما بيعلقوه على الشماعه. ده كان الارش اوف اورتا ومعدي السيندنج اورتا. الكاردياك بلكسسز كان عددهم 2، ادي هنا ايه السيرفايكال سمباثيك جانجليا ومن هنا الثوراسيك سمباثيك جانجليا. ده كان الفيجاس. احنا دلوقتي بنرسم الخريطه، ديت السمباثيك ترانك وادي السمباثيك جانجليا بتاعتنا. الخط التخيلي ده هنقول اللي فوق منه السيرفايكال سمباثيك جانجليا واللي تحت منه الثوراسيك سمباثيك جانجليا. ده كان الفيجاس نيرف على ناحيتين، الرايت فيجاس والليفت فيجاس. طيب احنا نتكلم على الكاردياك بلكسسس، بنقول ان كل من الفيجاس نيرف والسمباثيك ترانك على الناحيتين اتنين هم المسؤولين اساسا عن تكوين هذه التو بلكسسس. طب التو بلكسسس قاعدين فين؟ ادي عندي سوبرفيشيال كاردياك بلكسس وعندي هنا ديب كاردياك بلكسس. هي عباره عن اوتونوميك بلكسسس مكونة من برانشز خارجة من السمباثيك ترانك والفيجاس نيرف على كل من البوس سايدز. تقع السوبرفيشال كاردياك بلكسس وهي الأصغر بلوزة ارش اوف اورتا ان فرانت اوف ليجامنتم ارتريوزم اللي كانت بتربطه بالليفت بالموناري ارتري، وتقع الديب كاردياك بلكسس ات ذا بايفوركيشن اوف ذا تراكيا. كيف تتكون هذه التو اوتونوميك، هاتان التو اوتونوميك نيرف بلكسسز؟ يخرج من الفيجاس والسمباثيك برانشز تكون الاثنين. الفيجاس نيرف هيخرج منه انفيريور كاردياك برانش يروح يكون يساهم في تكوين السوبرفيشال كاردياك برانش بلكسس، ويخرج من الليفت سوبيريور سيرفايكال سمباثيك جانجليون نيرف اخر
يروح يساهم في تكوين السوبرفيشال كارديك بليكسس. اذا السوبرفيشال كارديك بليكسس بتتكون من برانشز من الفيجاس والسمباثاتيك على الليفت سايد فقط. من هما برانش من الفيجاس وبرانش من السمباثاتيك بالكلفيه اللي احنا قلناها من شويه. طيب اما الديب كارديك بليكسس فهيشارك الفيجاس والسمباثاتيك على التو سايدز بالطريقه الاتيه. هيخرج 3 برانشز من السيرفايكال سمباثاتيك جانجليا والتو كاردياك برانشز من الفيجاس اللي هم السوبيريور والانفيريور كاردياك ويكونوا نص الكاردياك الديب كاردياك بليكسس. طب النص التاني جاي منين؟ جاي من البرانش الاخر من الفيجاس والبرانشين التانيين تو برانشز التانيين من اللي هم من الميدل والانفيريور كاردياك بالطريقه ديت. ادي السوبيريور كاردياك برانش اوف ليفت فيجاس وادي برانشز اللي هم خارجين من الميدل والانفيريور سيرفايكال كاردياك برانشز بالشكل ده ويساهموا في تكوين الديب كاردياك بليكسس. تتولى كل من السوبرفيشال والديب كاردياك بليكسس اعطاء برانشز للهارت لتنظيم الاوتونوميك اكتيفيتي بتاعته.